بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهارده هكلمكم عن رابط فحص 100 دولار شهر 12 2020، خطوات الاستعلام عن المنحة القطرية برقم الهوية عبر الرابط. خليكم معايا لاخر الفيديو. فحص 100 دولار شهر 12، بدء البحث من قبل المواطنين في قطاع غزة عن الرابط الخاص بفحص 100 دولار، وذلك عن شهر 12 الذي يمكنهم من الاستعلام عن المنحة القطرية برقم الهوية وتلك المنحة بتعتبر من المساعدات اللي بينتظرها عدد كبير من المواطنين في قطاع غزة المستحقين للحصول على المنحة ليتمكنوا من التصدي لتلك الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها والتي تساعدهم على العيش حياة كريمة. لقد أوضح السفير القطري أن الحكومة القطرية قد قامت بتسلم مبالغ المنحة القطرية عن شهر ديسمبر الحالي والتي يتم تقديمها إلى قطاع غزة، وفي الوقت الحالي تقوم الإدارة المختصة بمراجعة أسماء المستفيدين من المنحة من الأسر محدودة الدخل وكذلك الأسر الفقيرة بقطاع غزة ليتمكنوا من الحصول على تلك المبالغ المخصصة لهم لمساندتهم على الحياة حياة كريمة. ولقد أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية أنه قد تم تفعيل الرابط الإلكتروني للمنحة القطرية لمساندتهم على الحياة حياة كريمة. ولقد أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية أنه قد تم تفعيل الرابط الإلكتروني للمنحة القطرية ليتم من خلاله المواطنين من الاستعلام عن موعد صرف المنحة القطرية وعن كل ما يخص المنحة، وذلك فور أن يقوموا بإدخال رقم الهوية ووفقا لبعض من الخطوات التي تم توضيحها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية. لقد أوضحت وزارة التنمية تلك الخطوات المتبعة من قبل المستفيدين من المنحة القطرية ليتمكنوا من الاستعلام عن تفاصيل المنحة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية. في البداية يتم الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية، ومن ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الهوية وغيرها من البيانات، ومن ثم وبعد الانتهاء من كتابة البيانات يتم الضغط على كلمة استعلام. ملاحظة: تفعيل الرابط لفحص منحة قطر 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة خلال الساعات القادمة. ولقد أكدت وزارة التنمية أنه من المحدد أن يتم صرف مستحقات المنحة في خلال الأيام القليلة القادمة وسط اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية الواقية حفاظا على صحة المواطنين ولضمان سلامتهم. وفي النهاية يا ريت تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا معنا في القناة حتى يأتيكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.